السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في بدايه كل فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لي لايك على فيديو او شاف لي فيديو او دعم قناتي. انا بجد يا جماعه مش لاقي اي كلام اقوله اعبر بيه عن مدى سعادتي ومدى فرحي ومدى اعتزازي بكل شعب الجزائر العظيم. والحقيقه يا جماعه ان مهما نقعد نتكلم على الجزائر مش هنوفيها فيها كلام ولا هنخلص. والجزائر يا جماعه دوله عظيمه وكبيره، مش بكلامي ولا كلام غيري. الجزائر دي تاريخ وتفضل طول عمرها تاريخ، وتفضل طول عمرها بلد مشرفة لكل العرب وكل المسلمين. آملين من خلال هذه المساعدات الإنسانية أن تشد أزر المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني، وأن تدخل السعادة إلى قلوبهم وتبعث الأمل من جديد في نفوسهم. أزيد من 3 ملايير سنتيم قيمة المساعدات المالية التي انطلقت اليوم من ميناء الجزائر العاصمة متوجهة إلى فلسطين عبر كل من ميناء إسبانيا ثم الإسكندرية وصولا إلى معبر رفح. هذه القافلة كما تدل الإحصائيات التي ستقدم إليكم تحتوي على ما يساوي 3.2 مليون دولار بما يعادل حوالي 35 إلى 40 مليار بالنسبة لعملتنا الوطنية، وهذا بالنسبة لشعبنا وإن كان قليل بالنسبة لما يحتاجه أشقاؤنا في فلسطين وفي غزة. حقيقة هي أكثر من مجرد مساعدات، هي عربون وفاء هكذا يستقبلها على الأقل الشعب فلسطين في غزة بأنها عربون وفاء ودليل تضامن وتأييد على خط المقاومة والتضحية وأننا شركاء على هذا الدرب. هذه المساعدات حقيقة تقع في قلوب الغزيين موقع التقدير العالي، وهم يثمنوا دائما عاليا هذا الجهد المتواصل من القيادة الجزائرية ومن الحكومة الجزائرية ومن الشعب الجزائري المعطاء. القافلة تضم فريقا مهمته التفاوض من أجل وصول المساعدات بما فيها الأدوية التي تحتاجها المستشفيات هناك بأمان إلى الأراضي المحتلة. غزة تحتاج إلى أدوية احتياجا كبيرا، ثم سيارات إسعاف وأجهزة طبية ومولدات كهربائية كبيرة وصغيرة، لأن غزة الآن تشكو من قلة الطاقة الكهربائية التي أوقفتها إسرائيل. الوفدة تكون من 5 أفراد، 2 أئمة، 2 إداريين، وواحد مسكر بالطب من الأمور الطبية. الوفدة سينتقل إن شاء الله من الجزائر إلى مصر من بعد وصول الباخرة في البور سعيد، من ثم ينطلق إلى رفح. في صف واحد وعلى مد البصر انطلقت قوافل المساعدات المحمولة في انتظار وصولها عبر معبر رفح ثم الإسكندرية وصولا إلى معبر رفح. هذه القافلة كما تدل الإحصائيات التي ستقدم إليكم تحتوي على ما يساوي 3.2 مليون دولار بما يعادل حوالي 35 إلى 40 مليار بالنسبة لعملتنا الوطنية، وهذا بالنسبة لشعبنا. وإن المساعدات حقيقة تقع في قلوب الغزيين موقع التقدير العالي، وهم يثمنوا دائما عاليا هذا الجهد المتواصل من القيادة الجزائرية ومن الحكومة الجزائرية ومن الشعب الجزائري المعطاء. القافلة تضم فريقا مهمته التفاوض من أجل وصول المساعدات بما فيها الأدوية التي تحتاجها المستشفيات هناك. آملين من خلال هذه المساعدات الإنسانية أن تشد أزر المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني، وأن تدخل السعادة إلى قلوبهم وتبعث الأمل من جديد في نفوسهم. أزيد من 3 ملايير سنتيم قيمة المساعدات المالية التي انطلقت اليوم من ميناء الجزائر العاصمة متوجهة إلى فلسطين عبر كل من ميناء إسبانيا. كان قليل بالنسبة لما يحتاجه أشقاؤنا في فلسطين وفي غزة. حقيقة هي أكثر من مجرد مساعدات، هي عربون وفاء هكذا يستقبلها على الأقل الشعب فلسطين في غزة بأنها عربون وفاء ودليل تضامن وتأييد على خط المقاومة والتضحية وأننا شركاء على هذا الدرب. هذه بأمان إلى الأراضي المحتلة. غزة تحتاج إلى أدوية احتياجا كبيرا، ثم سيارات إسعاف وأجهزة طبية ومولدات كهربائية
كبيرة وصغيرة، لأن غزة الآن تشكو من قلة الطاقة الكهربائية التي من ميناء الجزائر انطلقت 14 حاويات مساعدات أشرفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على تأمينها من متبرعين وجمعيات متضامنة مع الأشقاء في قطاع غزة المحاصر. يسعدنا أن يكون هذا الانطلاق اليوم في هذا المناخ المحيط بقضية فلسطينية، التأزم الذي تعيشه دول الخليج والتأزم الذي يعيشه الضغط على غزة وعلى فلسطين بصفة عامة، ومحاولات التخلي عن القضية الفلسطينية والتضامن الذي يبديه المسلمون في هذه الأيام بالذات. هذه القافلة الرابعة من المساعدات تأخرت 4 سنوات بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة في صحراء سيناء المصرية. السلطة الجزائرية استعجلت المساعدات في العشر الأواخر من رمضان مع اشتداد الحصار الدولي على قطاع غزة. هذا الشعب الذي عايش وصنع معجزة في تخلصه من الاحتلال الذي دام أكثر من 132 عاما يرسل رسالة أن طريق الخلاص من الاحتلال هو المقاومة، وأنه مستعد أن يقف إلى أشقائه في قطاع غزة. هناك بصمة جزائرية واضحة سياسيا ومعنويا وماديا. نشكر الجزائر وشعبها على هذا الكرم العربي الأصيل. نحن أرض الرباط، نحن شعب الرباط. مساندة الأشقاء في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم مطلب شعبي يتعزز بمواقف سياسية تؤكد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية. هذه القافلة في الحقيقة ليست جديدة، يعني ليست مجرد انفعال أو رد فعل آني لما يقع في البلاد العربية، وإنما هي لها منذ 3 سنوات تقريبا ونحن نحضر لها. وجاء الزمن متزامن بكل أسف مع هذه الأحداث التي لا تسر عاقل. مساندة الأشقاء في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم مطلب شعبي يتعزز بمواقف سياسية تؤكد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية. في غرة رمضان وفي عز الحصار الذي يخنق غزة سياسيا وعلى الأرض، تمد الجزائر يدها إلى الأشقاء الفلسطينيين. على تواضع المبادرة وحجم المساعدات المقدمة إلا أن الرسالة قوية مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. لما شفت الفيديو الجميل ده يا جماعة أنا مش لاقي كلام أقوله أوصف به سعادتي وفرحتي ببلد عظيمة زي الجزائر. أنا بجد ممتن لكل واحد جزائري وبشكر كل واحد جزائري ودايما فخور بكل واحد جزائري. أنا في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.